في دي. ضحيت بشرف المهنه واشتركت معاكي في المؤامره اللي عملتيها على ابنك وخطيبته. قلت انك عيانه ويمكن تتشلي كمان. بعد الشر عليا ان شاء الله اللي يكرهني يا رب. وبعدين دي مش خطيبه ابني. قاضيه وخدامه. ايه السفله الجربوعه الواطيه دي اللي تبقى خطيبه ابني؟ خلاص ما تزعليش نفسك. وبعدين دي مش واطيه وسفله وبس. لا دي بنت ستين جزمه قديمه وابوها كان صرامات. وامها كانت بتغسل التواليت في الاوتيلات. استريحتي؟ مش قوي. بندى بتتصل. عايزه ايه الست زفته دي؟ اهو ردي عليها وانت تعرف. ايه يا حبيبتي ازيك؟ اهلا. خير؟ اي خدمه؟ لا انا كنت عايزه ابلغ حضرتك ان ندى تعبت فجاه واحتمال يعني تقعد عندي كم يوم. سبتي سلامتها الف سلامه. ان شاء الله انا ان شاء الله كل اللي يكرهها. دي ندى دي النسمة الحلوة اللي أنا عايشة عليها. ممكن أسمع صوتها؟ أرجوكي أسمع صوتها. هي خدت دواء البرد ومريحة شوية. يومين ثلاثة كده وهتبقى كويسة إن شاء الله وهتيجي على طول لحضرتك. يومين ثلاثة؟ لا ما أقدرش أعيش من غيرها يومين ثلاثة. أنا هعرضها على أحسن دكاترة في البلد. إديني العنوان بسرعة من فضلك بسرعة. العنوان؟ 16 شارع سليمان أباظة الدور الثاني أول شقة على إيدك اليمين مصر الجديد. يا ربي يا ندى يا حبيبتي أطمن عليكي كده هوت واطلع كده لقيك ولعة ولعة.